جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. لا يا أنسي، ما في شيء. راجو، أنت ليش عم تحاكيني بهالطريقة هاي؟ شو صاير لك؟ راجو، ليش ما عم ترد علي؟ أنا عم أسألك، جاوبني، لوين رايح؟ رد علي راجو. يا أنسي اسمعيني، يا أنسي أنا بدي إياكي تفهمي شغلة واحدة بس، إنه أنا كنت هون مجرد خادم عن جدك، وأنا خادمك إلك كمان، وأكثر من هيك بعمري ما رح أقدر كون، ماشي؟ وكل شيء صار مبارح بيناتنا كان غلط كتير كبير، وأصلاً مستحيل، فهمتي؟ هذا الشيء مستحيل وما ممكن يصير، لهيك أنا رايح. راجو استنى، أنت ليش رايح من هون؟ أنا قلت لك شيء زعجك مبارح؟ أنا ماني متذكرة، قول راجو شو اللي صار؟ بس احكي لي، أنا بدي أعرف القصة، قول أنا شو حكيت. راجو قل لي يلا، شو قلت لك مبارح؟ لا أنسي، أنت ما قلتي لي شيء أبدا. شو قصدك يعني؟ يلا أحكي، بدي أعرف كل شيء صار. أنا حكيت شيء وخليتك تنزعج بهالطريقة راجو؟ بترجاك قل لي شو حكيت مبارح. أنسي، أنت قلتي لي إنك كمل، إنك يلا قول، إنك قلتي لي انه انت قلتي لي انك انت قلتي لي قلتي لي هلا انا بعرف انه كل شيء حكيتيه كان بسبب انك ما كنتي على طبيعتك، وكل الحكي اللي حكيتيه ما كان له اي معنى، بعرف، بس انسي من الافضل انه ننسى هالقصه كلها وما نحكي فيها طول عمرنا يا انسي، لانه بخاطرك يا أنسي. استنى راجو. إذا أنت فهمت إنه اللي حكيته مبارح كان بسبب حالتي